إلى محافظ ذي قار وخلية الأزمة، ومحافظ ذي قار الذي صرح بأن الأكسجين متوفر ولا يوجد أزمة. اليوم 10/7 جمعة، اسمع الكلام يا اللي توفى حجية. شنو السبب؟ الاكسجين يقدر ادوري منين ادور؟ وهي وين؟ يقول لها مشكلتك بالانعاش هناك، يقول لها مشكلتك روح دور الاكسجين من ما تشوف. يعني سبب الوفاه الاكسجين؟ انت شو تصير لها؟ انا والدتي والدتك زين، من قلت لها ماكو اكسجين ايش قال لك؟ مشكلتك روح دور مشكلتك. اشترينا على حسابنا بس خلص شو تسوي؟ زين قلت له قبل شويه الدكتور قال اذا خلص الاكسجين شو يصير؟ مشكلتك تموت، قال لي تموت. فوز انت تريدك توصل رساله للمحافظه وخليه الازمه اللي يقولون ماكو ازمه بالاكسجين. المحافظه حرام غيرها، اما خلي يشوفوا حرام. من داخل مستشفى الامام الحسين بالانعاش حاله حرجه، وبسبب قله الاكسجين وعدم توفر الاكسجين انتقلت الى رحمه الله هذه الامراه الكبيره بالسن. والكلام على ذمه الاخوه اصحاب ذوي المتوفي، والله العالم بما يدور من مؤامرات على محافظة ذي قار من أجل قتل أبناء المحافظة.